التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، هكذا تستمر الانطلاقات في صباحية هذا اليوم وتحديات التمهيدي الثالث الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هكذا يسير منذ قليل شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الخامس الذي يضم نخبة من فئة الإبكار الحقايق، ومسافتنا هي المعتادة 3 كيلومترات. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة الأولى والبداية الأولى هنا على المقدمة. وضوح أحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبية اللي تقدمت إلى المقدمة، وضوح بينما تليها في المركز الثاني أرى الغادمة شواهين سالم بن علي بن سلطان السبوسي يأتي على المركز الثاني، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث لأجد الغادمة لا سحابة خليفة بن علي بن حمد العطية، بينما في رابع المراكز من الغادمة على مستوى المركز الرابع سهرة جمال بن راشد بشاوية الغفلي، بينما في خامس المراكز وهذه بي بيه ويا حلوة البي عتيبة بن سالم النايل الشامسي يقدم لنا بي على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى، بينما مصورنا يرصد بقية الأسماء اللي خلف الكادر الإعلامي الغادمة للمشاركة في هذا اليوم، الغادمة للتحدي والإثارة مع افتتاحية 3 كيلومترات لهذا الموسم، لهذا الموسم المغاير عن كل المواسم من خلال هذه النوعيات والأصايل. ما شاء الله وتبارك الله، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى البداية الأولى، وهذه الفائزة اللي ما يبنى لها طارية تسللت من المراكز الخلفية ونحو الأمامية، وهنا مع المقدمة لسعيد بن راشد بن منينة الشامسي، ولكن أرى الغادمة على مستوى المركز الثاني واللي تسللت هذه طية طية ولا الغادمة طية، نعم طية لسعيد بن خليفة بن عبيد الراشدي مع هذه اللحظة المركز الثاني الغادمة على مستوى المركز الثاني الحذرة صالح بن يابر بن صالح العامري أهالي زاخر غادمين للمشاركة، بينما في المركز الثالث أرى الواصلة والمتسللة اللي تقدمت صواب علي بن سعيد بن سالم الزرعي وصل إلى المركز الثالث. المركز الرابع الغادمة نجاح راشد بن سالم بن علي العويسي، وهنا أيضا إلى المركز الخامس الغادمة الغادمة سهرة جمال بن راشد بن شاوية الغفلي، ونحن في أجواء الكيلو المتر الأخير جولة الأوامر النهائية. حرك روح يا من تبغي للانتصار، يا من تبغي الناموس من خلال هذه المشاركة، من خلال هذا التحدي الرائع. ما شاء الله وتبارك الله، عودة إلى المقدمة، عودة إلى صواب، صواب على المقدمة، صواب على الصدارة، صواب على البداية الأولى. ما شاء الله وتبارك الله، ولكن ارصد الغادمة، ارصد الواصلة في هذه اللحظة الواري أحمد بن سالم العوف العامرية، ولكن هنا مع المقدمة مع الصدارة الأولى راحت أيضا، راحت إلى الفوز، راحت إلى الانتصار. صواب 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 علي بن سالم بن سعيد أو علي بن سالم بن سعيد الزرعي، مشكور يا سعد، مشكور يا سعد على هذا الفوز والانتصار، بينما وصلت في المركز الثاني مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء طيه اللي وصلت سعيد بن خليفة بن عبيد الراشدي المركز الثالث.
المركز الثالث وصلت اللي هي الفايزة سعيد بن راشد بن منيرة الشامسي. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى، تهانينا وناموس لعلي بن سالم بن سعيد الزرعي الذي انتصر مع صواب، تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار، وسلامي لأهالي الكامل، سلام على هذا الفوز والانتصار.